سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تنتين غير متوفر في جهازك. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق تنتين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على موافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تنتين. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تنتين. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو